صور الشارع ظاهرة ثقافية حلوة ذكرني بالفوتوغرافي والليزارتيست اللي كانوا قبل يعرضوا في الشارع واللي هما كريمو يمكن ما يختاروهمش في لي كومبيتيسيون اكسيتيرا اي سينو نشوفوا برشا ثور بوكو دو تيم بوكو دو فيزاج دي جون دي بتي دي فام دي زوم معناتها بخلطه حتى فما شكون دي بتي فيه اللي ثوروا نشوفوا لهنا في الجنينه جو كبير ياسر فهمت اي دونك شنو اخر فما الحاجه اللي عجبتني اللي هي فتصور فما البعد التوثيقي فما الارتيستيك فما السياسي بطبيعه الحال النظره فهمت دونك نجم من خلال الصور تفهم الناس شنو تخمم وشنو اللي يدور في بالها سينو مجهود يشكر فيشكر يذكر فيه Mais le point qui est important, c'est que Chera, nous avons été exclus de la rue par la colonisation. Au livre d'Al Bermem, il est très beau là-dedans. La première mesure faite par le colonisateur dit à Rouzoui, d'Abourouz, comme Chera. Donc ce qui fait, on est Chera al-Bilik. Et quand on détruit la rue, on faisait un acte de nationalisme. عندي لوح الزبله في الشارع والشارع تتلوح والشارع خطينا معناها المساحه نتاع تونس من حولنا الشوارع خطينا احنا فهمتني لو جور اون سابروبيرا الشارع والشارع اللي هو الدار والصخري باش نوزعوا لبرا يعاود يرجع للدار وقتها نو شونجون كومبليتمون دو كونسيبت اون كومونسون فيت لا ديموكراسي عملوا الشارع خطينا الشارع لازمنا نشعروا اللي الشارع هو ارض تونس C'est ça ce qui est important. Or, jusqu'à nouvel ordre, Dari et Ekul ou Chara Khatin. Donc, c'est un peu. Ça part ensuite sur le chapitre de l'individualisme. Nefsi, Nefsi ou les Khatim ou Chentaï ou Ahna Machine. Donc, quand on pense que. Il y a un Jarek Lebes, Anti Lebes, il y a un Jarek Mchouch, Anti Mchouch. Il y a un Jarek Jian, Anti Mchouch, il y a un Jarek Jian. فهمني واذا كان جارك شبعان واش يعطيك اذا كانت جيعان يوكلك معناها سي توت اون سيفيزاسيون تونيزيان كو زافون بيردو زافون بيردو طونت كارتاج زافون بيردو طونت كيروا فهمني اليوم لو تونيزيان مخضرم مو جو دي توجور نو سوم سور لي دو برونش دان اربر اي نو سون با اريفي او ترون لي دو برونش يا كارتاج اي كيروا اي شاكان سور ان برونش دار حسب ديك السجر الكل ما هي السجر الكل هي السجر الكل تجمع ما بين الزوز اي لا تونيزي سي ان باي فانتاستيك سي ان باي كي افي ان سانكريتيزم معناها دخلت الاسلام واللغه العربيه على اللغه اللاتينيه وعلى المسيحيه من غير ترضع انا جامي في دو غير دو ريليجيون دونك الشارع يصلح للثقافة هذه حاجة جديدة ولينا نعيشوها في تونس الناس الكل اللي تنجم تعبر في الشارع بكل شيء بالتصاور بالمسرح بالدانس شوف قاعد صار الشارع والله حلوين انا مازلت كي بديت في الحكاية مغرومة ياسر بتصور سنة وليت في نادي تاع الحديد وشاركت بشوية تصور المستوى متوسط ما بين عالي جدا وما بين نتاع هاويين يعني كيفي انا اما عجبوني فما تصاور حلوين برشا وشو اخي هكا نرمال جوج عبيك اللي تصور في الشارع تصور هكا تصور في الرمال مش حاجه مش عاديه ها؟ تحب تصور انت تحب تصور انت ولا ايه؟ تصور ساعات شو تصور انت؟ عصافر الحل عباد الدنيا ها؟ الدنيا صحيح فكرة حلوة ياسر فما تصور تولي تونس كلها ومعناها فما حاجات باهية. تصور ولا تصور شريف؟ نصور ما عنديش مصورات معناها. عندك مصورة زينة ولا ما عندكش؟ عندي أما ماهيش كيما ذوق معناها. أنت تصور جماعة ذوق عندهم مصورات كبار حتى تليفون حتى شكون تصور فما تصور تليفون. إيه فما أما كي تبدا بمصور تبدا أوضح.
مرات تحب تصور بعد غير التصوير. صحيح. شو شو الحاجة الأساسية في التصوير؟ معناها تنجم تعطي حتى برشا حكايات للتصوير، معناها كيما فما تصويره فيها باب وبحذاها كي الباب الصغير، ما فما برشا حاجات تقصدها مش كان التصويره هذيك في مظهرها. برافو، ميرسي. ميرسي. اليوم يلزمنا خويا، شوف اليوم يلزمنا نرجعوا برشا مفاهيم. سو بيي لا، سو بيي ها سيت افونتاج. Normalement, un petit pays qui venait en 30 siècles, un maalimin ou un alisar, un maalimin. Parce que Hurriya ou Karam, Hurriya ou Karam, c'est une chose nouvelle. Hurriya ou Karam, tu parles de partage ou de terrain. Et d'ailleurs, on considère que ce mot-là, c'est un vocable né dans cet espace. Où chose t'aura fait une vocale dans l'espace le plus cultivé de Tunisie. وقتابت من بلا ريجيا حتى القفصه اللوطه المعالم الكل غادي سي با سي با ان في دو هازار سيدي بوزيد سي اون دي ولايه كان الماكسيموم دو باشولي اسكو بونسي كو سي نورمال وكان ما عندهاش موروث حضاري يدس فيها من تالي دونك اليوم يفضل ريفيزي كومبليتمون نوتر ابروش احنا يد العليا على الشرق على الغرب وعندنا يد العليا على الشرق لان الدولة العباسية نوري بابو تواصل مشوارها لو كان متغباش جعفر البرمكي في القيروان ومن بعد المامون شيخ عروة باش يمشي بها بزاف القيروان على الدولة العباسية وليد تونس لو كان جعفر البرمكي راح راسه في البلاد جا تخبى هون في القروان في اونايين الدولة العباسية دونك ليجيموني دو لا سيان دي سيانس وبنكات الكل Partage à part, Kairawan à part, film comme Tomoko. Et je dis aujourd'hui, il faut redescendre sur le plan de l'art. La Tunisie, l'Aïcharpie, l'Aïcharpie, Zaytoun, Tounir, Oubidou, Dévaouéha, Charbou, Garb. Et c'est pour ça que c'est un pays dérangeant. C'est ça qu'on ne vous connaît pas. Mais c'est pour ça que je ne vous connais pas. Elle bangue, elle bangue, elle bangue, elle bangue, elle bangue. Et on ne connaît pas la rate, on ne peut pas nous classer. Tu as parlé des rois, tu as parlé du peuple. Et il y a comme arabe, il y a comme berbère, il y a comme des andalous. Je ne sais pas ce qu'il veut classer. J'arrive à me quantifier. Le français, il n'y a pas de michelot. لا ما قلتلكش ماهيش لغتي، قلتلك ماهيش لغتي تجدي، ما هي الفيب تجدي، تجدي، تعرفش عندي كرياتيفيتي دو سو بيي كي فانتاستيك، الكسكاس، المغفور الكسكاس اون كريسيون بربار، ولا بروميير فوا اون فار كوير لا سمول بار لا فابور، اي نو بار لو، هو انت لا كولتور الموند، يحطوا السمول ويدوروا. هما عندهم في الحمى وبدات في الحمى ونطماطه وتوجان ومزرق الجو هذاك. سيت اون كرياتيفيتي فانتاستيك، سيت ان سامبول سيت ان كرياتيفيتي. علاش نحكي لك غادي في البربر هذاك؟ تمزرق الحمى ومطماطه وحديده. شفت انت كيف استوى عندهم ساندويتش كيف ما. سي ان ايفينمون معناها كي اوني سا تخوزيام اديسيون بتيتر. اما بون ايفينمون تحفون برشا العباد الكل تجي تحط تصاورها وصحيح سان ايفينمون لازم رجال الشرعي تمشيو حتى ما غاديكا في البلاس باستور مش كانوا هنيك هاو. نعم. اي بيان سور بيان سور لازم تعمل لازم تعمل في لي غوفرنورا الكل ديجا يولي ان ايفينمون معناها يجيو العباد بالذمه هكا. Faut bien, man. Peut-être que trouver un sponsor, un artiste, on a l'échelle internationale, c'est très bien. Merci. Ok, en fait, donc Smart B à travers Facebook, c'est un peu circulé avec Kélim et Billet. Et donc, sinon, je découvre un peu les photos des gens qui les ont publiées ici. Donc, je suis un peu étonnée, il y a des coups de cœur, j'ai eu des coups de cœur ici. C'est un événement très bien en tout cas. Je regrette d'avoir raté ça, ma rabote c'est ça. Attends, sinon, ça se passe bien. J'aimerais bien que ça fasse un peu plus de buzz la prochaine fois, un peu plus médiatisé, hein, parce que après tout, ça encourage les jeunes talents. Hein, et c'est le concept, il est très bien. Donc, voilà. حبش تعرف حاجة أخرى؟ برشا واحدين إكسبوزي، أما بون فماش برشا على المحل.
شو رايك بالفكره نتاع تصور الشارع؟ لا سي تري معناها فكره باهيه برشا خاطر نجمو كيكا نبارطاج لي فوتو من بعضنا وان بليس فما دي فوتو ارتستيك على الاخر ومزيانين معناها كي تاع ان بوان سي شاركتو ناس زي ما شفت في الدراري نثبت هي اللي تصير واكسيسيبل لتول موند يعني ترى برشا لي بوان دو فيو مختلفين سورتو العفويه نتاعها وقتعاون العفويه باغابوغ التساور اكسبوزي لي تيم اكسبوزي باغابوغ لغايكسيون تاع الناس كل واحد يعطيك راي وتنجم تلقى فيها اللي ما تلقاش في حاجات ديزيفينمون يكونوا ديجا اورغانيزي Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que les événements qui m'ont été organisés. En plus, ça a plus de communication. C'est beaucoup.